انا عندنا في ريسيبي نمبر 7 هاد الكسيمال اللي فيه الباور شيل، فهمتيني؟ شي حاجه خطيره اصلا. غير دخلت ليه هو يقول لي يا اباست احضر راسك. سو فينا هو سنيبت ديالنا اصلا ريسيبي؟ نديرو لود ريسيبي، لود غادي يعطينا واحد ديزاسامبلي، فهمتيني؟ ديزاسامبلي لينا واحد. المهم مشينا ريغولار اكسبريشن، حنا جرينا هاد 64 بيت، فهمتيني؟ 64 بيت اكزيكيوت، هذا باغي اكزيكيوت لنا 64 بيت. مالو 64 بيت؟ كاز انسنسيتيف فروم بيس 64، فروم بيس 64 ريموف نال بايت ريغولار اكسبريشن عاوتاني. المهم خصنا نشوفوا هادشي شنو روجو، يعني فروم بيس 64 عاوتاني جي ريغولار اكسبريشن، يعني مديك شوف انكريبتي ديال بصح، فهمتي؟ شوف هنا 2 هكس بلاش 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 مكاينش فروم بيس 64 ريغولار اكسبريشن غانز، هذا فروم بيس 64 شي انكريبت ديال بصح جون زيب انفاليد فايل سيجنيتشر، ومسكين عاد فاق قلنا انفاليد فايل سيجنيتشر وخدم ناضي. ريغولار اكسبريشن شنو خدا من ال زد؟ خدا من ال زد 40 هو طالع. هذا شيء ريموف نال بايت كامل نال 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 شي شي بشد كيديرو بيناتهم نال 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 بايت باش باش مكيبانش، فهمتيني؟ فروم بيس 64 ريبل اكسبريشن. المهم هذا هادشي كامل، نرجعو ل كوبي نشوفو البلان. لود غادي يجينا اكس اور، معروفين هما في الاكس اور فاش يدير الانكريبشن ديال البيلوتس. اكس اور موف دي وورد كدا دي وورد دي وورد اكس اور ديما غتلقى الاكس اور. كومبير ال مع 61 جامب، جامب الادريس هادي جامب ليفت جامب ليفت ساب اد بوش موف تلقاتي شي اكس اور عاوتاني. هادشي كامل غير باش المهم هنا شفنا بلي ديك البي 64 ها هو خدم ها هو ديزاسامبلا ديزاسامبلا، فهمتي؟ المهم صافي ندوز حيد عليا ما عندي من تدبر بهذا الشيء. شفنا غير القوة ديال هاد البيلود كيفاش التحليل ديالو، فهمتي؟ اجي هنا نشوفو شي بيلود واحد اخر واش يعني هذا بلاتي نشوف العنوان بعدا. قال لك كوم سكريبت ليت ديزاسامبل اكس 68 مزيان extract hexadecimal convert to hex dump for embedded PE file. اخونا هذا باغي يفرقع لينكس هذا. سو ريسورس الاول في باست بين ما كاينش بان باست بين ولاش كتحيد سكرام بوت سكرام بوت سكرام بوت هذا شفناه واقيلا هذا هو اللي انجيرات سير حيد عليا مبانش، ولكن كما قلنا كما درنا المرة اللي فاتو نشوفو بعد على الأقل ريسيبي شنو كتقول في هاد القضية هادي. لود ريسيبي لود هنا الريجيكس ناخدو ام تل اف غير ا تل اف، يعني هذا هيكس هذا هيكس ولكن ميتين الفوق. مالو ناخذ ماتش نيو لاينز وكاس سنسيتيف او دير اف كبيره و ا المهم ا صغيره ما كاينش. المهم فروم هيكس فروم هيكس ان هذا هيكس باينه
هذا هيكس from هيكس to هيكس دامب. يعني مثلا نديرو اف سبعة جوج ثلاثة، قلت لك 200 فوق خاصك تعاود 200 مرة. المهم شنو هذا كيديفايني انجينات نجرات، راه معروف نجرات راه هو تخدمو بالعرب بزاف، فهمتي؟ ماشي غير العرب، معروفين بالعرب بزاف وصافي. الكره هو واحد نجرات والله الا واحد. سو ناخذ هذا عاوتاني باست بين، عاوتاني الباست بين، وانا ما غاديش تلقاه. مالو هذا ريفرس سترين كاركتر سبتيتش فروم بيس 64. اجي نشوفو الريسيبي ديالو شنو تيقول. كوبي نوت هذا ديالو باش ما يتخالطش ليا. اوكي هذا الريفرس كاركتر، هذا الريفرس كامل الكاركتر كامل من ريفرسيا، ريفرس باي كاركتر ماشي باي بيت ولا باي لاين، باي كاركتر. و فايند هادي و ريبليسز باي اي مزيان، و فايند اكس ريبليسز باي تي، و فايند هادي ريبليسز باي في، و هادشي كامل فروم بيس 64 تو هيكس دامب 16 باي كاركتر. فهمتش الحماق هذا والله الا الحماق. شنو قال لك هنايا؟ قال لك ريفرس سترينج كاركتر سبستيتيوشن، كاركتر سبستيتيوشن المهم حيد هادي تحط هادي و فروم بيس 64. شنو هذا ابلوب؟ نشوفو تويتر ديالنا هو اللي غادي يقول لينا. بلاتي نشوفو هذا سكام باتس، هذا the bot hit on a low medium confidence detection for obfuscated PE low to medium confidence. يعني شوف يعني obfuscation نادي ديال بصح. I wouldn't blame you if you got past your normal detection especially with a dropper code to decode it, but let's take a look shall we. اوكي المهم انا خدام في البي اي بي اي فايلز يعني لينكس انا ما كنظن. صوب حيد هذيا اجي نشوفو ريسيبي نمبر 10. السورس هي خصك تمشي تقلب على الشام 265. فين غتقلب عليه؟ نقلبو عليه هنا واخا باس. هو هذا اللي قال لك ترو كريبت ياك، ترو كريبت سيت اب. نمشي ولي ترو كريبت سيت اب. شي سترينغ؟ كاين شي سترينغ ولا والو؟ كل سترينغ لا شي حاجه. المهم نحيدو هذا الشيء كما قلنا، غادي نمشيو ناخذو الريسيبي ديالو نشوفو وين البلان كيفاش بروفيسيونيل خدمو على هاد الفايل هذا. شوفو هاد الريسيبي واه شويه الا بقيتي محاضي هاد الريسيبي تولي مالوير ريفرس، كتريفرسي لي مالوير اخي. سو تو هيكس شي حاجه مهم، تو هيكس مزيان. هنا عندنا ريغولار اكسبريشن مانو غادي يكون فيه تقريبا دي كاركتر، يا اما هذا 0D0A0D0A يكون فيه بزاف ديال الكاركتر، ممكن يكونوا ممكن ما يكونوش، و وعاد موراه بزاف ديال الكاركتر. هاد كيسالي اوكي شو تبدل ما عرفتش. المهم فروم هيكس هو هيكس فروم هيكس، وعاد ندير له غونزيب يعني انزيبيو ياك، غنجي انزيبيو ماشي انزيبيو، نجي انزيبيو. اوكي مزيان مزيان، ولكن شنو هو هذا؟ شنو قالوا عليه؟ قالوا عليه بدي اكستراكت اوبجي فروم سكويد بروكسي كاتش، دونت مانوال كارف اوت your squid cache object, simply upload the file to cyberchief. This recipe will search for the magic byte. The weather extract everything after it.
يعني ما كانش منه بزاف. هذا بدنا نشوف في سايبر شيف، قال لك السيدي هذا يقلب على هذا واللي موراه extract everything after it and then gzip decompress the object for download. او الداونلود هذا هو الفايل، يقلب ويداونلود لك الشغل. extract gps coordination from google maps urls ياك. يعني مثلا الى مشينا درنا لود، هذه زوينه بزاف، هذه بالروج ولا زوينه بزاف عمليه. خصنا غي شي url في جوجل مابس، المهم واخا خصنا غير اليورال، ناخذ اللي فيما كان روسيا منغوليا اللي كان، غير نشوفو واش غادي البلان غادي يصدق. يا قلتي جوجل ماب يورال، حنا خدينا جوجل ماب يورال. اكزيف اكستراكت اكزيف، يعني شنو؟ حطلو لنا شي تصويرة، واخا نحطو شي تصويرة ماشي مشكل، ولكن ماشي مشكل. واخا درنا بوست لهادو كامل حيت ما خدمش، بلاتي نشوفو واش كاين شي ها حتى دا ما فيهش اصلا لونغيتود و لاتيتود. واش شنو كيدير؟ كياخد جي بي اس لونغيتود و لاتيتود و جي بي اس لاتيتود، شنو كيدير ليها؟ كيدير كيريبليسي اي وحدة سلاش ان، و كيدير فايند ريبليس كيو. اوكي هذا شنو كيدير؟ هذا كياخد من تصويرة لاتيتود لونغيتود هو تيحولها لجوجل ماب، فهمتيني؟ هو تيحولها لجوجل ماب. انا مشينا غالطين، مشينا من جوجل ماب، وتي لي بان لي انا داكشي علاش قالك اكستراكت جي بي اس كوردينيت تو تو ماشي فروم. الشيء القرايه السريعه خايبه. بيج نمبر بروسيسين، هنا عندنا بيج نمبر بروسيسين. اوكي بيج نمبر بروسيسين، نمشيو نديرو لود. الدراري اش بان لكم؟ نكملو تال تال السبعين، اش يسخفني هادشي. بيك نمبر ناخدو تويتر نشوفو، عطيني شي نمبر. والو تويتر كي تاهو كي تحيد فهمتي، ما كيدومش داكشي. كاين السوشيال ميديا كامل ما غاديش يدوم، داكشي معلومة. ها سطوري عندك بروج. ناخدو شي نمبر، واخا ناخدو شي نمبر كما كان في سايبر شيف. ها بلاتي ها ها هو غادي بروسيسي فهمتيني، غادي بروسيسي. المهم هو يدير لو توبا 16 ياك، و ريغولار اكسبريشن فهمتي غادي ياخد من ال اف ومن 0 حتى 9 فهمتي، جوج جوج. بادي بجوج و تال جوج، غادي ياخد غير جوج. غادي لهم find replace slash n slash n غير replace بجوج نقاط، داكشي علاش خدام مع راسو. صافا غنحيدو هاد find replace، هادشي هو slash n يعني اونتخي، داكشي علاش شدو هو slash n و replace باش بجوج نقاط. هادشي لي كاين، شي حاجة زوينة، شي حاجة زوينة، شي حاجة زوينة. ناخذ هذا ريسيبي دي تاي دي تشي دي 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 تشاي كملش. المهم هذا ريسيبي باس لوت هيدو النمبرز، نشوفو شنو قال. قالك السيدي ريسيبي تشوتين بارسين دي ان اس بي تي ار ريكورد ويذ ريجسترز. اوكي اكزامبل هاد الادريس اربا، مال هاد الادريس اربا، ياخد غير الاي بي ديالها صافي. غادي فينا اجي هنا باست 10 44 136 167. اوكي شي تقلبات هاد هاد قال لك ستورد ان ليست سيغنيفيكانت اوكتيك، ماشي ليست سيغنيفيكانت بيت. المهم داكشي البلان اللي دوينا فيه ديال ما عرفتش اش السمي ديالو الانديانس انديانس. سو هو حولنا ريجولار اي بي ادريس
مزيان نمشيو نقزو ل ريسيبي 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 ريسيبي، نديرو كلير ريسيبي لود ريسيبي باس لود. اوكي هاد ريسيبي ما به هاد ريسيبي، كما خدينا نفس الريسيبي، هادشي لي بان خدينا نفس الريسيبي. ناخدو هادي لود ريسيبي باس لود. شنو المعلومات اللي عندنا هنايا؟ كل باتي ديرو المهم ريسيبي 14 ديكودين بوش سي اكزيكيتابل. هاد بوش سي تو سي تو بروكسي اوير سي تو فريم ورك ذات يوتيليز باور سيل تو ايد بينيتريشن تيستين ويز ريد تيمين. ياك غنمشيو تويتر غنلقاو ناس عاوتاني هادشي اللي كاين. المهم هو ياخد واحد سترينغ اللي كي ماتشي الالفا نيميريك النوع ديال الاسكي، مينيموم لينت خصو يكون 4 4 الفوق. ريموف نال بايت ريموف ملي هنا البايت، وياخد الريجل اكسبريشن من 200 الفوق. ا زد زد 0 بلس بلس تساوي هذا غادي يكون شي بيس 64 ياك. داكشي علاش دار له هنا فروم بيس 64 ريموف نال بايت نال بايت ريجولار اكسبريشن سلاشات وكدا سلاش والبلاس هذا باينه يكون يو ار ال فروم بيس 64 بلاش هذا غادي يكون يو ار ال هذا. المهم فروم بيس 64 راو انفليت هذا كودي ديال بصح هذا يعني اون كودي ديال بصح. صافي بارك علينا واخا انا جاد ولكن ما نطولوش على حساب الفيديو صافي فهمتي بارك. عندنا واحد المعلومه ما خصهاش تفلت علينا حيت قرينا تما السيتو، السيتو هو واحد السيرفر ديال كوموند ان كونترول ولي اش كيدير البين تيستين جو ريتيمين خطير خطير جدا. المهم هذا كمعلومه واحد النهار واحد النهار يجي يقدر يجي شي نهار نسكت فوق البلانات هذو.